السلام عليكم. إيران دقت ساعات الحسم لضرب العمق الإسرائيلي بتصريحات رسمية وخطيرة صدرت في 24 ساعة الماضية من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لقاء تلفزيوني أخذت تصريحاته العديد من المصادر المهمة، من ضمنها طبعا فرانس 24، والتي أكد من خلالها بأن محور المقاومة قد يتخذ وسيتحرك في الساعات القادمة من أجل اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية في نفس الوقت إذا ما استمر الجيش الإسرائيلي في هجومه على قطاع غزة. وهذا طبعا التصريح بعده مباشرة كان هنالك تصريحا قادما من نائب قائد الحرس الثورية الإيرانية العميد علي فدوي، الذي قال بأن على إسرائيل أن تستعد إلى صدمة جديدة إذا ما استمروا بعملياتهم العسكرية التي تجري تجاه حركة حماس في قطاع غزة، وهذا قد يؤدي ويؤشر بأننا قد نكون أمام شيء كبير قادم على العمق الإسرائيلي في ظل هذه التصريحات. ليس هذا فحسب، بل إن أيضا المرشد الأعلى الإيراني كان قد وضح وتحدث بنفس اللغة اليوم كما تلاحظون من تغريدات مكثفة من المرشد الأعلى الإيراني، الذي قال لن يستطيع أحد إيقاف المسلمين وقوى المقاومة. وأيضا تحدث في نفس الوقت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية كل هذا التصعيد الذي يجري في هذه المنطقة، وحتى مواقع مهمة مثل إيران بالعربية كانت قد أوضحت بهذا الشكل وأشارت بأن هنالك شيء قادم من خلال تغريداتها ومنشوراتها، بأن هنالك يبدو أمرا قادما كبيرا باتجاه العمق الإسرائيلي. وما الذي هذا يعنيه يا ترى؟ هذا يعني ببساطة بأن الأمور متوقع أن تتصاعد من حزب الله اللبناني تحديدا باتجاه العمق الإسرائيلي، الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في سوريا، الفصائل المسلحة أيضا الموجودة في العراق، وكذلك جماعة الحوثي في اليمن. كل هذه تعتبر جبهات بالإضافة إلى جبهات الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية من عرب إسرائيل في الداخل، وأيضا نعلم تماما وكما نلاحظ في غزة كل ما يجري، وبالتالي كل هذه الجبهات ممكن أن تتصاعد على الداخل. وهنالك أيضا تحركات وليست فقط تصريحات. المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أكد في 24 ساعة الماضية بأن في 48 ساعة الماضية كانت هنالك تحركات قادمة من جانب الفصائل المسلحة الموالية لإيران من دير الزور ومن حلب وكذلك من حمص، من كل هذه المناطق قاموا بعملية إرسال قوات خاصة من مقاتلين القوات الخاصة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران إلى ريف دمشق، إلى القنيطرة، وكذلك إلى المناطق المحاذية للجولان التي ترونها هنا، وحشدوا ما يقارب 300 عنصر أو أكثر من 300 مقاتل في هذه المنطقة، ولا زالت التحشيدات مستمرة في إشارة بأننا قد نكون مقبلين أيضا على تصعيد من الفصائل الموالية لإيران الموجودة في سوريا باتجاه العمق الإسرائيلي أعلى وأكبر من أي وقت مضى، بالإضافة طبعا إلى ما هو قادم من حزب الله اللبناني. وكذلك تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هنالك تحشيدات من جانب هذه الفصائل الموالية لإيران في سوريا في غرب نهر الفرات، قاموا بعدد من التحركات، أخلوا البوكمال على سبيل المثال، وبدأوا يستعدون لعملية الدخول إلى داخل مناطق قوات سوريا الديمقراطية لزعزعة استقرار المناطق التي تسيطر عليها، وأيضا للتحضير لاستهداف القوات الأمريكية الموجودة إلى شرق نهر الفرات في قاعدة حقل العمر النفطي وقاعدة كونيكو. وهذا طبعا يفتح الباب أيضا على القوات الأمريكية أو مستشارية التحالف الدولي الموجودين في العراق. وبالتالي هذه التصريحات دائما هي لا تشمل فقط إسرائيل، وإنما تشمل أيضا ما يمكن أن يكون قادما تجاه القوات الأمريكية في المنطقة، إن كانت شرق نهر الفرات، إن كانت في الداخل العراقي أيضا، أو حتى إن كانت من القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف على المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا. كل هذه ممكن أن تستهدف مرة واحدة من أجل عرقلة فكرة أو ذهاب إسرائيل للتقدم والقيام بعملية برية مرتقبة على قطاع غزة. وعندما نتحدث عن هذه الفصائل فإن النظرة الكبيرة من الجانب الإسرائيلي تحديدا والخشية الأكبر من إسرائيل هي من حزب الله اللبناني تحديدا، لأن حزب الله مختلف تماما عن كل الفصائل الموجودة وحتى عن حماس. هو يعتبر فصيلا، والحزب الله اللبناني يعتبر قوة كبيرة مقارنة بحماس وبهذه الفصائل من الناحية الصاروخية التقنية التدريبية المالية. هو مستعد تماما لمواجهة العمق الإسرائيلي بشكل كبير، إلى درجة بأن جيروزلم بوست كانت قد نشرت عن مصادر قادمة من وزارة الدفاع الإسرائيلية
لماذا هم أجلوا العملية البرية الخاصة بهم إلى داخل قطاع غزة؟ فكان التخطيط الإسرائيلي من الأساس أن يقوموا بالهجوم على شمال قطاع غزة على مدينة غزة من الجمعة، منذ الجمعة الماضية، توقعوا السبت، الحديث عن يوم الأحد الماضي، ولكن لا شيء كان حاضرا في هذه المنطقة. قالوا بأن المنطقة ملبدة بالغيوم، يحتاجون إلى الغطاء الجوي وغيرها، ولكن هذه المصادر القادمة من وزارة الدفاع الإسرائيلية تحدثت للجروزلم بوست، واحدة من أهم الأسباب التي أجلت هذا الهجوم بأنهم تحصلوا على معلومات إن قاموا بعملية التقدم على قطاع غزة فإن حزب الله اللبناني سيشعل المنطقة وسيشعل وسيفتح حربا مفتوحة على العمق الإسرائيلي لإرباك العمق الإسرائيلي وإرباك عملية التقدم التي يقومون بها. ومجيء حزب الله هنا له ألف حساب. وعلى هذا الأساس تحدثت هذه المصادر بأن الجانب الإسرائيلي قالوا بأن علينا أن نستعد لحزب الله اللبناني إذا قام بمثل هذا التصعيد، وبالتالي هم اتخذوا قرارا بعملية إخلاء 28 بلدة محاذية للحدود الإسرائيلية، طبعا محاذية للحدود اللبنانية، قاموا بإخلائها من المدنيين، واعتبروا هذه المنطقة كلها بأكملها الحدود بين لبنان وبين الجانب الإسرائيلي عبارة عن حدود عسكرية طبعا. وفي نفس الوقت قاموا بعملية تحشيدات كبيرة متواجدة في هذه المنطقة للاستعداد لهذه المواجهة مع حزب الله اللبناني. وبالتالي وعلى هذا الأساس إن قاموا بالعملية البرية بعد هذا الاستعداد الذي جاء بهذه الطريقة التي نتحدث عنها، إنهم عندما يقوموا بالهجوم البري في الفترة القادمة الآن كما هو متوقع في الأيام القليلة القادمة، إذا فتح الباب حزب الله اللبناني فهم مستعدون تماما بالنسبة للجانب الإسرائيلي لهذه المواجهة وللتصدي، بالإضافة إلى أن هنالك وجودا أمريكيا كبيرا من حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وحاملة الطائرات الأمريكية الأخرى التي هي في طريقها إلى البحر المتوسط دوايت آيزنهاور، وكذلك السفن البريطانية والمروحيات وسرية مشاة بريطانية تابعة للبحرية البريطانية، بالإضافة إلى طبعا الطائرات الكبيرة الموجودة في هذه المنطقة من طائرات طبعا سوبر هورنت الأمريكية المتخصصة طبعا، وهي تعتبر من الطائرات المهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. كل هذه قوة حاضرة للدخول أيضا على خط حزب الله اللبناني إذا ما صعد في هذه المعركة، وبالتالي هم سيستطيعون من إدارة المعركة هنا. وكذلك يجب أن ننتبه بأن منطقة سوريا تحديدا والجولان بحد ذاته، الجولان هو يعتبر عن منطقة مرتفعة، وبالتالي هو يعتبر نقطة دفاعية كتضاريس تساعدهم في عملية الدفاع ومواجهة أي عملية هجوم ممكن أن تأتي من الفصائل الموالية لإيران. بالتالي هذه الفصائل الموجودة هنا ستكتفي بالقصف بسبب هذا الوضع، التضاريس الموجود هي ليست كما هو الحال بين الحدود اللبنانية والحدود الإسرائيلية طبعا. وأيضا في نفس الوقت هم يمتلكون قوات موجودة أمنية في الضفة الغربية، وبالتالي أي تصعيد من الفصائل الفلسطينية أيضا هم قادرين ولديهم الخطط لمواجهتها، وأيضا هم ينشرون منظوماتهم الدفاعية بهذا الاتجاه الذي ترونه إلى جنوب غرب هذه المنطقة بأكملها. وبالتالي في حالة أي هجوم من جماعة الحوثي بصواريخهم البعيدة المدى سيتمكنون من عملية اصطيادها، وبالتالي يديرون المعركة بهذا الشكل من أجل أن يقوموا بنجاح بعملية الاقتحام البري الذي يبحثون عنه. وطبعا بالنسبة للجانب الأمريكي الول ستريت جورنال أكدت أيضا في 48 ساعة الماضية بأن القوات الأمريكية اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بنشر 2000 عنصر من القوات الأمريكية في داخل إسرائيل، هي ليست قوات قتالية بل هي للاستشارات الحربية لمساعدة الإسرائيليين في هذه المعركة. فجيش الإسرائيلي ليس متعودا على حرب المدن التي هي تعتبر حربا غير تقليدية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، بينما الجانب الأمريكي اعتاد على مثل هذه المعارك، والفلوجة هي واحدة من طبيعة المعارك التي اكتسبت الولايات المتحدة الكثير من الخبرة فيها. وبالتالي سينشرون 2000 عنصر، هم منتشرين في الشرق الأوسط طبعا ومنتشرين كذلك في أوروبا، سيقومون بنشر في هذه المنطقة. ومعاريف العبرية أيضا تحدثت بأن الجانب الأمريكي أبلغ الجانب الإسرائيلي في حالة أي حاجة لأي تدخل عسكري من الجانب الأمريكي سيتدخلون على المستوى العسكري وبشكل مباشر في التحديات التي تواجهها إسرائيل. بالتالي الموقف خطير للغاية كما نرى، والتصعيد من حزب الله اللبناني عالي وعالي للغاية تجاه الجانب الإسرائيلي. وإذا ما لاحظنا الآن هذه المقاطع ستلاحظ مدى خطورة الموقف والضربات
التي هي تأتي بين الجانبين. هذه اللقطات هي قادمة من اليوم، هي ظهر هذا اليوم، من صباح هذا اليوم وحتى ظهر هذا اليوم، اشتباكات كبيرة، 30 قتيلا من حزب الله اللبناني والأعداد في تزايد. ومثل هذه المناظر فتعني لك ببساطة لأننا أمام تصعيد كبير في هذه الجبهة التي ستكون معركة مختلفة وأصعب بكثير على الجانب الإسرائيلي مقارنة بالحرب التي هي طبعا مرتقب تماما أن يخوضها الجانب الإسرائيلي على مستوى وعلى عمق قطاع غزة. وهذا والذي يجعل قيادات مهمة مثل قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا أن يكون موجودا في إسرائيل. يوم أمس هو وصل والتقط هذه الصور، وبالتالي الأمريكيون يراقبون الوضع ويديرونه طبعا. وأيضا على المستوى السياسي لاحظ خطورة هذا الموقف، جاء الآن تحرك وإعلان رسمي من البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم غد سيكون في تل أبيب من أجل الاطلاع على ما سيجري في هذه الحرب من كل التفاصيل التي سيعملون عليها طبعا الإسرائيليون. وأيضا في نفس الوقت بأنه سيتجه مباشرة إلى العاصمة الأردنية عمان وسيكون في قمة كبيرة للغاية، سيكون فيها ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لا بل أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا أعلن عن قمة عاجلة ستكون السبت القادم، ودعا فيها بشكل مباشر رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني أن يكون متواجدا فيها. ورئيس الوزراء العراقي بنفسه تلقى مكالمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلة يوم أمس وتحدثوا عن هذه المسألة وعن القضية الفلسطينية وكل ما يجري. ولكن واحدة من الأمور التي ذكرت بشكل مثير بأنه يجب أن يكون هنالك منعا من توسع هذه الجبهة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في العراق بأن هنالك فصائل مسلحة ممكن بأي شكل من الأشكال أن تدخل في هذه المعركة بعد التصريحات الإيرانية التي نتحدث عنها اليوم من وزير الخارجية الإيراني تحديدا الذي نتحدث عنه. والمشكلة رغم هذه التحركات المكوكية الدبلوماسية التي سنراها بدءا من يوم غد إلا أن الأمور ليست متجهة لإيقاف إطلاق النار، فمجلس الأمن الدولي في 24 ساعة الماضية كان قد صوت بشكل واضح على عدم إيقاف إطلاق النار. كان هنالك مقترحا روسيا لإيقاف إطلاق النار، 4 دول طبعا صوتت بالضد، وهنالك 6 دول تقريبا امتنعت عن عملية التصويت، وبالتالي لا إيقاف لإطلاق النار نهائيا. والجانب الإسرائيلي مصر في العملية للذهاب بها. وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا هي مليئة بالضغط على جو بايدن بنفسه، يريد الكونغرس الأمريكي بأكمله وضغط كبير جدا من الكونغرس الأمريكي أن يطلبون من بايدن أن يضغط على إيران وأن يحمل إيران مسؤولية كل ما فعلته حركة حماس في الداخل والعمق الإسرائيلي. فالجانب الأمريكي من الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، يعني تخيل أكثر من 110 نائب من جمهوريين وديمقراطيين في مجلس النواب يطالبون بشكل واضح الرئيس الأمريكي بأن يعاقب إيران، ويريدون ويقولون بأن إيران متورطة مع حماس في هذه المسألة إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن بصماتهم موجودة في كل مكان كما يتحدثون هؤلاء طبعا النواب و60 من هؤلاء النواب طبعا في مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين من نفس حزب جو بايدن. أرسلوا هذه الرسالة له وطلبوا منه طبعا هم والإي3، نتحدث عن الدول الأوروبية الثلاثة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، طلبوا بشكل واضح منهم أن يقوموا بعملية فرض السناب باك وعقوبات السناب باك على الجانب الإيراني، لأن إيران متورطة في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك بأن الآن يوم غد لم يتبقى شيء وتنتهي مهلة هذا القرار الذي هو يأتي من ضمن الاتفاق النووي 2231 الذي يعتبر من القيود الصاروخية المهمة المفروضة على إيران. وإيران بعد غد أي بعد يوم غد ستتمكن من عملية إرسال الصواريخ بعيدة المدى إلى روسيا لتستخدم في أوكرانيا، وبالتالي هنالك سببين لفرض العقوبات والضغط على إيران، هي مسألة ما قامت به حماس كما يرى الكونغرس الأمريكي، وكذلك هذا القرار تحديدا الذي لم يصل إلى أي حل، وعدم وجود اتفاق نووي أيضا في نفس الوقت. وبالتالي الظروف خطيرة، والرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول إيجاد طرق كما يبدو لعدم توسيع هذه الحرب، ولكن تبدو الأمور في تصاعد بشكل خطير للغاية. وهذه الساعة تحديدا التي نتحدث بها هي بحد ذاتها خطيرة لما ممكن أن يحدث.